الاستاذ رئيس مكتب الولايه الاستاذ السعيد ابراهيمي ومعسكر بلديات سابقين. فنسال الله عز وجل في هذا اللقاء الكريم ان يكون اللقاء مفتوحا يعني طيبا مباركا. والكلمه الان الى السيد رئيس المكتب الولائي للحركه و نسال الله عز وجل له حسن الاداء في كلمه موجزه ترحيبيه تحفيزيه الى اخوانه فاربي بكره ان شاء الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وعلى استنى بسنته وارتفع اطاره الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا اللقاء المفتوح الذي نظمه المكتب البلدي لحركة مجتمع السن بالمسيلة، أخ فريد، أخ رفيق وإخواني في المكتب وأخواته، أقدم لكم جزيل الشكر والتقدير والعرفان على عقد هذا اللقاء التحفيزي، هذا اللقاء الأولي الذي يضم إخواني وأخواته ومناصري وحتى مواطني هذه البلدية في هذا اللقاء الافتتاحي التحفيزي. أستاذ عبد العالي بشتوش، أستاذ عبد العالي جميل المصري، أستاذ عبد الرشيد، هذو رموزنا، هذو قامات ليست ولاية المسيلة، هذو قامات الوطن أنا نعتز ونفتخر بهم. ولذلك ما نهضرش سعد العالي من هذه القاعه، ما تجيش كلكم رموز وقامات، بصح من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لما عادش تقدر قيمه الرجال والاطارات و و و و و و وجبال هذه الحركه. احنا مش كنا نسويو في هذه الحركه، والله ما نسوي حاجه. تفضل يا سعد العالي. طيب، كلمة لإخواني وأخواتي في حركة مجتمع السن ولكل مواطني المسيلة ولكل الجزائريين. هذه الحركة هي صدقة جارية تاع المؤسسون لهذا الوطن، الشيخ محفوظ رحمة الله عليه، الشيخ محمد سليماني، وكل القيادات اللي ما زالت حية ربي يطول عمرها، اللي ماتت وما أكثرهم أكثر من 500 إطار من خيرة ما أنجبت هذه الحركة رجالا ونساء في الوقت اللي كان الناس تسكر ديارها على العصر. هذو كانوا يصولون ويجولون في الولايات وفي البلديات في الوقت اللي ربما كثير من الناس الآن راهم يتطاولوا على هذه الحركة، مازال ما زادوش، وكثير منهم مازال ما داروش التنظيمات وهذه الحزيبيات والأحزاب اللي راهم يتطاولوا بها الجزائريين. هذا الرجال وهذا النساء وهذه الإطارات كانوا يدافعوا على قيمة وعلى صمود وعلى شموخ الوطن، ولا أعتقد أن فيه أغلى من الدماء التي قدموها حفاظا على الوطن. ولذلك ما نستناو حتى واحد يعلمنا الوطنيه ولا يجي يشككنا في ارواحنا. هذه الحركه اللي مات عليها الشيخ محمد سليماني ومات عليها اطارات تسوى تغلى باش يبقى خط الحركه حق خط وسطي معتدل، خط يبني ما يهدمش، حركه تقاوم الرداءة وفي المقابل تعطي البديل في البرامج والمناهج والرجاء
الرجال والنساء، حركة صامدة، حركة شاهدة، حركة قدمت لهذا الوطن الشيء الكثير. وقفنا مع دولتنا في الوقت اللي كانت على كف عفريت، وقفنا من أجل الجزائر، من أجل أن تبقى الجزائر واحدة موحدة كما كان يقول الشيخ نحنح رحمة الله عليه. واليوم نقف كذلك في هذه الاستحقاقات ببرامج وبرجال وبنساء نعرضهم على المجتمع، ونقول بأن هؤلاء الإخوة والأخوات اللي قدمناهم في قوائمنا هم كذلك من هذا الطراز، من هذا الصنف. حينما يجلس إلى جانب الدكتور إسماعيل الذي كان يوما من الأيام رئيس مكتب بلدية المسيلة في هذه الحركة، وهو دكتور وهو مدير الري وأستاذ في الجامعة وهو وزير، قدم كل ما يملك من أجل هذا الوطن. نحن نعتز به وبأخي السعيد والأستاذ عمار رئيس المجلس الشعبي الولائي، ومن كان كذلك رئيس البلدية بلدية المسيلة وقدم الكثير، وكل إخواننا وإطاراتنا اللي راهم واقفين من أجل أن يعرضوا أنفسهم كبديل في هذا الوطن. ولذلك احنا مطلوب من إخواننا، مطلوب من أخواتنا، وإحنا نحاربوا زوج حوايج. كاين الحاجة الأولى الإحباط واليأس والإنزواء والإنطواء اللي راهم عايشينه الناس، وسمحوا لي زيد نقول لكم عايشينه ربما أكثر الشباب وطبعا وبمستوى أكثر المثقفين اليائسين المحبطين. جيت نهضر على القائمة نقول لك شديروا الانتخابات وما ديروا بها وما تجيب لناش حتى نتيجة، ويزوروها لكم والكوطات ويغرقك في واحد المستنقع أكرمكم الله، حتى تقول أنا واش راني ندير. تقول لي يا أخي اتق الله، يا أختي اتق الله، هذا الوطن هذا عندنا زوج شواهد حاضرة قدامنا نحاربوا بها اليأس ونحاربوا بها الإحباط ونحاربوا بها هذه الإنهزامية اللي موجودة عند الشعب الجزائري. أولا تاريخ المجيد الحاضر 130 سنة استعمار، جربنا 360 استحقاق جربوه والدينا في ثورات شعبية وفي المقاومات قادوها خيرة الرجال والنساء كذلك، دفاعا على هذا الوطن، دفاعا على شرف الجزائر، دفاعا على هوية الجزائر. 360 مقاومة شعبية قبل أول نوفمبر، قبل ما تنطلق المعركة الكبرى، 360 استحقاق ومعركة ضد الاستعمار. ورغم ذلك والدينا ما ينسوش، لم يصبهم الإحباط، ما لم يستسلموا للقهر أو للظلم ولا للخنوع، لأنه بعض الشباب آنذاك وبعض الناس آنذاك عندهم يقولوا فرنسا قضاء وقدر لا يمكن محاربتها، ما علينا إلا أن نستجني فرنسا تعطينا نفس الحقوق اللي تعطيها للفرنسيين العايشين في الجزائر. يعني بعد ما كان الشعب الجزائري سيد في أرضه عاد يطالب بعض المنهزمين آنذاك يطالبوا غير ودي يعطيونا غير الشويين اللي تعطيوها للمعمرين اللي راهم ساكنين في الجزائر. لكن ثورة نوفمبر يا جماعة راهي مثال حي يخلي الإنسان ما يرقدش، يخلي الإنسان ما يحبش، يخلي الإنسان ما يتوقفش. يعني 22 راجل يجمعوا ويديروا بيان أول نوفمبر، وثيقة تاريخية عظيمة استبقت، يعني وكانت لها نظرة، يعني وكانت هي الدستور الأول للجزائر. يجمعوا كل الجزائريين في ربوع الأرض ويستنهضوا الهمم ويقويوا العزائم ويجابهوا فرنسا، وليست فرنسا وحدها، من ورائها الحلف الأطلسي كله، ويعطيهم درس قوي في الصبر، في التضحية، في بعد النظر، في الحفاظ على هذا الوطن. مات من مات رحمة الله عليه وهو شهيد عند الله يرزق 1.5 مليون وقبله ملايين ماتت واستقلت الجزائر. يعني كيف احنا نصاب بالإحباط؟ ماناش نحارب الآن، نحن نحارب بالسلم، نحن نحارب بالحب، نحن نحارب بالرجال النظاف والنساء النظاف، نحارب بالبرامج البديلة الحقيقية. وكم كان رائعا البارح الدكتور مقري رئيس الحركة حينما كان يدافع عن هذا الوطن، ولا أعتقد أنه يوجد في الأحزاب الجزائرية من يحمل هذه الحرقة، هذه النظرة الثاقبة.
الصبر، هذه المقاومة السلمية الهادئة الهادفة لحماية هذا الوطن والدفاع عن مقوماته والدفاع عن مستقبله. ثم يا أخوانا مثال آخر وأختم، الشاهد كذلك أن لا أعتقد أن فيه كثير من الشعوب اكتوت بنار التصوير، بنار الظلم، بالديكتاتورية، بالقهر، باستبعاد الشعوب من اختياراتها ومنع الشعوب العربية والإسلامية والعالم الثالث المتخلف. يعني كثير من الديكتاتورية تمنع الآن الشعب من خلال اختياراته النظيفة والنزيهة. شعب تركيا، شعب تركيا حينما أبعدته المؤامرات الداخلية والخارجية عن قلعة الحضارة التي تركيا التي كانت عاصمة الخلافة في عهد العثمانيين، تركيا تآمر عليها الجميع وأسقطوا الخلافة الإسلامية في 1924 وأبعدوا تركيا عن كلها، عن هويتها وعن دينها وعن الحرف العربي الذي كانت تكتب به اللغة التركية. 1960 أول رئيس دولة يحمل في رأسه وفي برنامجه وفي رسالته استعادة الهوية، فأرجع الأذان وأرجع المساجد التي حولت إلى إسفلات وحولت المساجد إلى متاحف وربما لأشياء أخرى نسمي هذا المقام بعد ذكرها اعتقل وقتل. وكل 5 سنوات أو 10 سنوات يندال استحقاق انتخابي ويفوز فيه نسبيا الإسلاميون أو أصحاب الرسالة أو حملة المشروع، ونجد أمامهم الانقلابات والمعتقلات والسجون. هل توقفوا عن مشروعهم؟ هل استجابوا للخنوع والإحباط واليأس الذي يصيب كثير من المثقفين وكثير من الشباب الآن؟ لم يتوقفوا، وكل ما يجي استحقاق يزيد في الرصيد السياسي لهؤلاء، لأصحاب الرسالة، لأصحاب الأهداف السامية، زادوهم في الرصيد السياسي وزادوهم في الرصيد الانتخابي بالعمل، بالإقدام على المجتمع، بعرض أنفسهم وبرامجهم، بعرض أنفسهم على المجتمع وطلب النصرة والتأييد. فأصبحت تركيا الآن بعد 2000 أصبحت دولة يعني تضرب المثل في المقاومة، تضرب المثل في البديل، تضرب المثل في الوطنية الصادقة، حتى أصبح الشعب كله يؤيد هذا البرنامج ويؤيد هذا الحزب ويقف بجسده العالي أمام الدبابات الانقلابية ويسقط انقلاب اجتمع فيه كل الناس، اجتمع فيه اليهود والروس وأمريكا وأوروبا كلها، مش تسقط هذا المشروع. لم يستطع لأن الشعب اقتنع بهذا البديل. كيف احنا اخواننا يقول لك هذه الانتخابات تصور ذاك العام خلاص ما نجيش راه انتخابات، هم بعد واش دير؟ تبقى في دارك ما يخلوش، حتى في دارك ما يخلوش. لم يبقى لنا كجزائريين كل في حركه مجتمع سالم او في غيرها، ما عندناش طريق واحده اخرى الا الانتخابات، وما عندناش حتى طريق. رفع الجبل جربت الناس الجبل، جرب الجبل في الجزائر وجرب الجبل في سوريا وفي العراق، قال شنو لحقنا؟ الريحه في ديارنا ما يخلوناش تروكي وما تقعدش في دارك. كنت تقعد في دارك وانت ماكش معتز ببرامجك وباهدافك وبرسالتك وماكش مجسد هذاك البيان تاع اول نوفمبر في حياتك كلها، سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وغيرها. واش من حياتي؟ ما اجفلها من حياتي، ما اذلها من حياتي. لا طعم لهذه الحياه بدون ان يقف الجزائريون مع هويتهم، مع وطنهم، في مستهدفاتهم التي مات من اجلها الاباء والاجداد فرحمه الله على الجميع. واسال الله سبحانه وتعالى لاخواني واخواتنا ان ينهضوا وأن يقوموا وأن يؤدوا الواجب الذي هو في على أعناقهم وأن يؤدوا الأمانة التي نسأل عليها يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمة المبعثرة، ولم أكن أبدا أنتظر بأن أقدم الكلمة. فجزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله. السيد الجناوي بالأمس فقط كنت مع أحد الزملاء في قطاع التربية، حقا لم أتعب معه كثيرا في تحفيزه او في اقناعه بالتصويت للحركه. لما تكلمت على حاج سعيد جناوي قلت له السعيد جناوي ديال السعيد ديال الدرس وسؤال الشفوي وزاره التربيه على نواب المديرين تاع المدارس الابتدائيه جزاه الله، قال لي الوحيد يتكلم على القضيه هذه، قال لي صوتي لي وصوت الزوجه وصوت ولادي.
قلت له لا مش غير هذه العائله، قلت له عاونونا حتى على ربي يبارك فيكم ان شاء الله. استاذ سعيد جلالي تفضل في كلمه تحفيزيه. واستفدنا من البحبوحه الماليه اللي كانت عايشه في الجزائر ما شاء الله. ولو لقينا
بقينا حتى 2000 يعني الى حتى 2000 حتى الازمه ربما يكون الغاز في عين الخضراء الغاز طبيعي 100%. وهذا ممكن الوحيد اللي راه عندنا 80% في بلديه عين الخضراء. اما باقي جميع المشاريع استفادت البلديه من البحبوحه الماليه اللي كانت عايشه الجزائر. هذا يدل على ان المنتخب يحمل هموم المجتمع وبالتالي يخدم ويطالب يعني وين اين وين يوجد يطالب بمشاريع اللي طبعا تجعل المجتمع يعيش يعني حياته. لذلك القائمه هذه القائمه التحرك المجتمع السلبي وين المسيره التشريعيه تاع 4 مايو قلت ضم هذه الفئه واللي اعتقد والله اعلم ولم يزكى الظن انني احسن قائمه اللي تقدر انها يعني تنمي الولايه في جميع او على الاقل في بعض القطاعات اللي راه تعيشها الان الولايه. ولايتنا فيها يعني فيها من المحفزات وتكون يعني قطب استراتيجي كبير، ولكن للاسف الشديد يعني اللي يمثلوا الولايه فيما مضى يعني ولا اقول اللي كنت ناشط في عين الخضراء بفضل الله ثم بفضل رجال حركه مجتمع السلم وعلى راسهم معالي الوزير اسماعيل نيمور والاستاذ عبد العالي حساني وكل اخواني. كنت والله العظيم كلما ناديتهم يقول هذا لا. والمشاريع اللي المشاريع الكبرى اللي جسدتها في بلد عين الخضراء كانت قلت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هؤلاء الرجال. لذلك انا نشوف وجوه يعني ما شاء الله نشوف يعني الوجوه اللي امامي هي ملك البلد. فهذا الملك تاع البلد اذا كان يعني باستطاعتكم انكم تنتشروا في ربوع هذه الولايه ولكم تقولون يعني بحريه وبراحه، لان كل يعني الذين انتخبهم الشعب في بلديه عين الخضراء في بلد في ولايه مشينا كلهم بذلوا جهد كبير. يكفيهم انهم ما مش سراقين، ما مش خداعين، ما مش كذابين، وان المجتمع مش فاهم برك. يعني حتى وان الان النظام له ممكن استراتيجيه معينه والاقليه يعني ما عندها ما راح تدير. عندك كثير من يقول لك انت ياك نجحت وش راح ندير؟ هاك راح يديروا دراهم ويديروا يا خويا على الاقل يدير دراهم على طعام لا ياكلوا ناس مؤمنين، يديروا ناس ما يصفوش فيه ما يكذبوش فيه ما يقدروش ما يصفوش. هاك يجي يجيك ربي سبحانه عز وجل، فما بالك اذا كان هؤلاء الناس هم هو هم هذا الولايه والمجتمع ويتعاونوا ويخدموا. انا هذه اللي هي ممكن النقطه اللي حاب نركز عليها. إذا كان استطعنا أننا يعني نقنع الناس ونتحصل على أغلبية، ثم احنا فيما مضى كنا حاسبونا انتخبونا وحاسبونا صح انتخبونا ولكن انتخبونا بعدد قليل ولكن من نقول بيد واحدة ما تصفر. احنا عطرنا انتخبونا عطرنا أغلبية وحاسبونا. احنا مستعدين للحساب في الدنيا قبل الآخرة، لكن نكون أقلية من الصعب جدا. أنا أتمنى إن شاء الله هذه المرة أننا ندير أغلبية في ولاية مشية، ولما نكون أغلبية في ولاية مشية أكيد أننا نغير في ولاية مشية إلى الأحسن بإذن الله في كل القطاعات. شكرا، السلام عليكم. وقد اشتغلنا معه حينما كان رئيسا في مكتب البلدي امر وليه بلديه مزيله. اقول فقط انه بطبيعه الحال نحن في حركه مجتمع السلم وان كنا ضمن الثلث الرئاسي شاكره لسيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقه الذي حضر المراه بهذا الثلث. اقول ان الحركه كانت يعني منذ ان يعني درجنا في هذه الحركه طيبه
الجملة أن حركة مجتمع السن هذه المرة كذلك حظيت بكفاءات نسوية خاضرت الميدان واشتغلت منهم المنتخبات ومنهم العاملة في المجتمع الميداني وهذا كله من التوفيقات الربانية. أقول فقط بإذن الله يعني أطمئن الإخوان يعني أننا سوف نكون في الميدان يعني بقدر الثقة التي وضعتمونا فيها أو وضعتموها فيها وكذلك كما قال أحد الصحابة لئن وفقنا الله وكنا سوف ترون ما تفعله من تحرك المجتمع السر من الثبات ومن التقدم في الميدان ونحن نرحب بهذه الحركة التي تقدمت وهي أن تحمل البديل لهذا الوطن هذا الوطن الذي يحتاجه كامل يحتاج المرأة يحتاج الرجل يحتاج الشباب الشباب خاصة أو فقط يعني أردت أن أنوه أنه يعني فضيلة يعني سيد رئيس المجلس الشعبي الميدائي يعني ولعله يعني يخبر الميدان خير من إذا أنا أقول بارك التوفيق الذي حظينا به أو يعني هذا النجاح الذي حظينا به راها يعني حسناته ترجع إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عمار جيم الذي يعني لم يبخل علينا بمدينة بالعون وأتاحت الفرصة لنا كلنا فتيسر الأمر في ذلك. أقول فقط ولاية لوسينا يعني من الولايات خبري يكون ولاية المحظورة. إحنا على مستوى المجالس المنتخبة للشعب الميدائي كنا يعني معاني كثيرا كثيرا من افتقادنا للنواب يعني يحملون هم هذه الولاية ويحملون يعني شغالاتها ويوصفونها يعني إحنا كنا نسعى أن هذه الولاية يعني يكون لها حظوة في يعني في هذه التنمية المحلية ولكن تعرف أن المجالس عندها حكم وعندها سقف يعني توصل إليه ولكن حينما يصل السقف إلى مستوى وطني لا نجد يعني وكثير من المحطات لا نجد من يحمل هم هذه الولاية. أقول إن تكون إن شاء الله تكون فضلا إن شاء الله ربي يسهل الأمور إن شاء الله وسوف نكون خير خلف زي خير سلام إن شاء الله وإن شاء الله نتيجتنا إلى خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين حق سيدي في اسمع برك المترشحين لبعضنا هناك مشكور على الكلمة هذه طبعا نرحب بالسيد الأمير الوطني للتنظيم سي عبد الله حسن الشريف السيد رئيس المكتب الولاية وأعضائه المترشحين تاع البرلمان لسنة 2017 راسي السيد إسماعيل السيد سعيد والأخوات أنا في الأسبوع هذا كانت لي فرصة مع اللقاء مع السيد وزير الداخلية والجماعة المحلية سي نور الدين بدوي وتجربته تجربته تاعو بحيث كان هو اصغر والي على مستوى في ذاك الوقت 32 سنة اعزل اصغر والي قال نصر والي 32 سنة فاش اعزل دوكا راه كان سيتي الله يبارك تجربة كبيرة معه وكانت لي فرصة نتكلم معه حول الانتخابات الجاية وعن حالة المجتمع الإسلامي بالضبط وعن الشيخين محفوظ بن علي ربي يرحمه وشيخ مسلم فماذا قال؟ قال لي ان الدولة اللي لعبها الشيخ بن علي ربي يرحمه والشيخ مسلم ربي يرحمه في زوج التاريخ ما ينساش بحيث الوطنية اللي عندهم وفقوا فوق لجنة الوطن من اجل هذه الدولة ووقفوا الدولة في ذاك الوقت قال ما نقدرش نسوي خير تاعها وبالتالي نحن نعامل حق المجتمع الإسلامي على تلك ذاك الموقف. احنا قال نعتبر حق المجتمع الشريف معنا حتى وتروح منا ولا منا راه يشارك معنا. ونطمنوا كل المواطنين ولا كل مواطني الحركة بأن اهتمام الدولة الجزائرية هو إخراجها. إخراج من هذا من هذا العزوف. ورغم هذا الضعف شوية ورغم هذا التململ حول الانتخابات وغير ذلك. هذا الشيء الأول، الشيء الثاني. وزير الداخلية سي رودي بدوي كما جاء من جانب البلاصة هذه مهتم بزاف برؤساء المنتخبين. ودعي على ذلك. دا تعليمنا ما يتوقفش المنتخب كان يكونش عنده حكم يعني. دا هذه لا وزير بدوي. كانت قبل هذه السبب اللي كانت مهتمه قضيه حبس دار تعليمه باللي لا ما يوقفش المنتخب المحلي كان يكونش عنده حكم نهائي المحكمه العليا هذا الشيء الاول الشيء الثاني ارجاع كل المنتخب المحليين الى اماكنهم ما دام عندهم حكم نهائي وليس حتى في ولايه الجزيره الحمد لله شجعه وهذا رجع كبير خاصة الأمير وتلقاه مدير ما عندوش حكم نهائي رجعوه هذا لصالح المنتخبين المحليين هذا الشيء الثاني الشيء الثالث
نحن على أبواب الانتخابات. الانتخابات تاع الانتخابات. أجمعت كنخرجوا بقوة ونصوتوا من أجل القائمات اللي راه مقتنع بها الرئيس. أنا هذا هو الشيء اللي باش درنا اللقاء. درنا اللقاء من أجل الانتخابات. وراح نقول لكم يا جماعة فرصة مواتية لنا من أجل بين قوسين نبنوا روحنا. واللي يدخل واللي ينتخب ويتخادم راه ينسى الشعب ينساه وينسى روحه. هذه بلاش نديروها في تديروها في دماغكم يا جماعه. جاتنا فرصه تاع الانتخابات مع البرلمانيه، عندنا قائمه متوازنه مقبوله، نمشوا مع القائمه ونمشوا معها. سواء بلديه كاين فيها ولا ما كاينش فيها. بصح نمشوا جاتنا فرصه مع نتواصلوا مع الناس، نديروا العمل التجاري نخدم سواء ذكور ولا اناث. هذا الشيء الاول، الشيء المقام الاخير، الشيء الاخير نحن مستعدون من اجل الحمله الانتخابيه. أجمع جمعوا لنا الناس عمل جوال داخل البيوت خارج البيوت داخل المقاهي خارج المقاهي في الملاعب في الاسواق نحن مستعدين ما نحشموش ما نلهموش وجاتنا فرصه نعلو اكشفتوا امبارح النقاط تاع الساحه الجزائريه اكشفتوا كلام كامل حول الراي حول الانتخابات وحنا مع الانتخابات مدونا نخدموا ونرحبوا بهم ما مدوناش نحتموا راي الشعب، الشعب قال مشي منا نمشوا نتبعوا شويه، انما لازم نحاولوا نخرجوا اغلبيه الناس وينتخبوا. هذا هو الشيء اللي راح نديروا كي يكون انتخاب وتعطوا قوه للبرلمانيه. انا البارح جيت نقول الوزير نقول المقعد تاع البرلمان في وقت سابق وقال 7000 ولا 9000 حشم بالكل. والله حشمت عدد سكان الولايه مليون و200. عدد الناخبين 664000 بغينا نقولوا المقعد فيه 6000 ولا 7000 اسمع هذاك راهي مثلا 1.1% ما غاديش نقول مسكت بصح كان جا عند المقعد يساوي 50000 ولا يساوي 20000 25000 تهضر به اما في عدد القليل هضره مع الجهه ضعيفه وبالتالي ادعو الجميع الى الانتخابات ونخرج من الانتخابات بقوه وان شاء الله ربي يوفق وبارك الله فيكم وشكرا. الشهيد محمد مسلماني
أيضا كانت الحركة شاركت في الانتخابات الرئاسية لسنة 1995 بفاس ورئيس الحركة الراحل الشيخ محمود نحناح رحمه الله. وفي ذلك الوقت كان الإرهاب من جهة والوضع الاقتصادي كان متدهورا من جهة أخرى. والشيء الذي أدى بالجزائر أن تقترب من صندوق النقد الدولي لأن ما كانش عندنا حتى باش نستوردوا القمح. كانت الدولة راح تنهار. وحتى داخل حركتنا كان من يقول لماذا نشارك في هذه الانتخابات. والرئيس الراحل الشيخ محمود نعناع كان عنده أبعاد نشارك لأن الدولة راح تنهار حتى نعطي رسالة للرأي العام الخارجي باش يتعامل مع الدولة الجزائرية لابد تكون انتخابات تعددية. والهدف الثاني هو تكريس المنافسة السياسية على منصب الرئاسة لأول مرة في الجزائر من 62 إلى لغاية 95 دائما كان مرشح السلطة اللي كان يكون وحده. وكانت لأول مرة تكون انتخابات رئاسية تعددية وكانت فيه منافسة سياسية بين مختلف الأحزاب وكانوا 4 مترشحين في ذلك الوقت. إذا هذه الحركة قدمت ولا زالت تقدم التضحيات من أجل هذا الوطن العزيز. ونحن على مشارف هذه الانتخابات الشيعية التي ستجرى يوم 4 ماي 2017. أولا كما أشار في البداية السيد رئيس المكتب التنفيذي الولائي والمرشح سعيد إبراهيمي، المواطن اللي ما يشاركش في الانتخابات لم يخلي الصوت تاعو؟ هذا هو السؤال اللي نطرحوه على رواحنا. هذا العزوف اللي هو بحق مش خاص بالمسيرة فقط، هو على مستوى وطني. هذا يخلينا في الليل لازم نبذلوا جهد كبير داخل المجتمع باش تكون كاينة مشاركة قوية للإدلاء بشهاداتنا، لأن هذا الواجب هو واجب مقدس. وهذه البلاد هذه مش مسؤول عليها فلان وفلان وفلان فقط، كلنا مسؤولين عليها. المواطن مسؤول كذلك بإدلاء بصوته لاختيار الكفاءات والنزاهات والنظافة، لاختيار هؤلاء الرجال هو مسؤول كذلك. لابد أن يأتي بدوره في هذه المناسبة. وأغتنم هذه السالحة لأذكر أخواتي وإخواتي أن نلعب دورا هاما في إخراج الناس للتصويت يوم 4 ماي 2017. وأريد أن أضرب المذكر أن هذه الانتخابات هي ضرورة واقعية وهي خطوة للسير نحو الانفراج أو التخفيف من الأزمة التي تعاني منها الجزائر على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. نفتح قوس، الوضع الذي تمر به البلاد وضع صعب. يذكرني بسنة 1986 لما كانت الأزمة المالية وانخفاض الدولار واحنا المحروقات نتاعنا هي العائدات بالدولار
كانت قاصده مباشره، والتداعيات تاعها حتى البدايه التسعينيات شيء اللي ادى بنا اننا نختلط ونعيد الجدوله مع صندوق النقد الدولي. الان عندنا فيما يخص المحروقات في سنة 2016، في نهاية 2016 تراجعت المداخيل من المحروقات بنسبة 43%. الشيء الذي أدى بالسلطات لاستعمال صندوق ضبط الإيرادات، هذا الصندوق صندوق ضبط الإيرادات اللي حاطينه جهة يكون كاين ان ديزيكيليبر في الميزانية نستعملوا منه، هذا تآكل في نهاية 2016 وبدينا نصرفوا من صندوق احتياطي الصرف. إذا كملنا هذا صندوق احتياطي الصرف منين عندنا الدراهم؟ يا إما نروحوا، وأكيد هذه هي اللي راح نديها كما في بداية 92 نخترق من صندوق النقد الدولي، يا إما نوصلوا إلى وضع خطير لا قدر الله ونسأل الله العافية. ولكن أنا أتفائل، لست من المتشائمين. هذا البلد ما دام فيه مخلصين وما دام فيه دم الشهداء اللي ما يروحش هدر لا اخاف على الجزائر، ولكن ما يبقاش كلام فقط، ما نخافوش على الجزائر. جينا فرصه كما هذه لابد هي فرصه استدراكيه، وناخذ منها الدرس ونختار الرجال اللي قادرين يقوموا بهذه المسؤوليه، ومسؤوليه وهذا شعور منا بروح المسؤوليه كما يشعر به جميع المخلصين من هذا الوطن. دخلنا غبار هذه المنافسه السياسيه بمناسبه الانتخابات التشريعيه، وعندنا برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي ونبدأ يعني لمحة سريعة عن محتوى البرنامج. الإصلاح السياسي بما يضمن الاستقرار والعيش الكريم والطمأنينة والإصلاح العدالة والإصلاح المالي والجمركي والجباري والتأميني وإصلاح المنظومة الأخلاقية. دائما نتكلم عن محاربة الفساد، لم يكن هناك إصلاح فيما يخص المنظومة الأخلاقية والتربوية لمكافحة الفساد. وإشراك المجتمع وتوجيهه من مشارك في التنمية إلى مستفيد منها. ولنوضح، دور الناهب هو أنه يتواصل، لأن الحقيقة الناهب مش هو اللي مسؤول على قطاع ما ولا باش يدير التنمية ولا باش، ومهمة على مستوى وطني، مهمة شرعية، عنده أنبوندا ناسيونال، ومهمة أخرى وهي رقابة عمل الحكومة. ولكي نتمكن من تأدية هذه المهمة الشرعية والمهمة الرقابية للحكومة لا بد أن نتواصل مع المجتمع لإصغائه
فيما يخص الشأن المحلي والدفاع عنه والوقوف عن النقائص الموجودة. أنا لا أقول لكم النائب هو اللي يجيب لك المشروع الفلاني وهو اللي كذا وهو اللي كذا، مش مهم، ولكن هو مهمته أنه يطلع ويقف على النقائص ويدافع، يدافع على مستويين، مستوى المحلي مع السلطة المحلية وعلى رأسهم سيد وادي الولاية، وكذلك لما تكون مشاريع قطاعية تكون على الدفاع على المستوى المركزي. إذا مهمة النائب هي إصغاء والتواصل وإصغاء المجتمع المدني فيما يخص الشأن المحلي. ثانيا، كيف نتواصل مع المجتمع؟ نتواصل معه لاستشارته فيما يخص القوانين التي ستعرض على البرلمان. جاء قانون فيما يخص الفلاحة، ممكن النائب يتخصص في الفلاحة، ممكن يعرف يعني التحديات تاع البناء، يعرف ليزونجو تاعو، يعرف كذا، معليش حتى هو يعرف لازم يجي لأهل الميدان يتكلم معاهم، يجي يتواصل مع الشريحة تاع الفلاحين ويعطي لهم خلاصة عن المشروع، واش بدقة كل المواد، قال واش تقترحوا، واش يمر، واش يمر، جاء بينهم خويا فيما يخص المنظومة الصحية. ينزل النائب ويتلاقى مع الفئة تاع الأطباء والإطارات تاع السلم الفقري من تقنيين ساميين وأطباء خواص والعوام، يلتقي بهم ويعرض عليهم هذا الخلاصة تاع المشروع ويستفيد منهم. وهنا يولي المواطن أدى الدور تاعو في المشاركة في التنمية وفي التشريع بهذه المهمات نتاع الاستشارة والوقوف على النقائص فيما يخص التنمية المحلية. هذا هو العمل تاعنا، باش نكونوا صراحة، هذا هو العمل تاعنا. إذا لا أريد أن أطيل عليكم الملفات المطروحة في هذه الساحة، هي ملفات صعبة للغاية وتتطلب كفاءات وتتطلب إطارات لعندهم تجربة. فحركة مجتمع السلم والشكر لكل مناضليها وهياكلها من القاعدة بدءا من الحي إلى مجلس الشورى الولائي في اختيار القائمة وهنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظن الجميع من داخل ومن خارج الحركة. هذه القائمة ولا نزكي على الله أحد تمتاز بقوة الشخصية والإرادة والأمانة والعلم. لما يكون عندنا الشيخ سعيد ل15 سنة هو رئيس بلدية مطلع على مشاكل التنمية المحلية، والحمد لله هو خرج منها نظيف، وعلى ذلك السي سعيد هو 10 سنين هو رئيس بلدية في حمام طلعة، وكذلك هو خرج منها نظيف، وكل الناس تشهد له بالكفاءة تاعو وبالأمانة تاعو. أنا التقيت مع ناس هم اللي يشهدوا على هؤلاء، ونزيد نذكر حتى الأخوات والتجربة تاعهم في المجالس المحلية، يعني قائمة مش شيء من لا شيء. فثقتي فيكم جميعا أن تلعبوا هذا الدور الهام اللي بديت به في البداية، باش تكونوا محور في المجتمع، محور في
العشائر في عائلاتهم باش تحفزوا الناس للخروج للتصويت وللتصويت على هذه القائمة. وشكرا لكم، وموعدنا يوم 4 مايو ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.